انا غنخدم على الهروب من الحدود. هي اشكاليه علاش هاد الحدود اصلا كاينين، وحنا اللي اصلا حنا اللي درناهم وكنبغيو نخترقوه. علاش من الاول ما حيدناهمش دخلنا ديريكت؟ بالنسبه لهاد البرايم هذا الامور ماشي سهله وماشي ديال المزاح. درت بهاد الكروكي هذا باش يعني بقى غادي على الفكره اللي انا خدام عليها، اللي هي الحدود الثقافيه والاجتماعيه بين الدول الناميه والدول المتقدمه. ربما فاش كنا كثار كنتي كتقدر تريسكي في شي حوايج مختلفين، ولكن دابا المجال ديال الريسك ولا ضيق. خاصك تكون عارفه شنو كدير وما خصكش تبقى تخطا بزاف. اسمح لي قطعكم، ديما هاد البلاك هادي ديالك ولا ديالك؟ ديالي. انتي ولفت فيك السكوت ماما، انت دوليش وعرضتي على فاطمه وجيت تعاونك باش تباخو زعما حدايا. ما عرفت واش متفقين عليا ولا ياك مولف عليا السكوت. ولي ما تعجبت، والله لا تعجبت. علاش ما جاتش عندك انت وجات عندي انا؟ دابا الدريه سكوتيه خفتات عاديه. ما نعاديش دابا، هي قالت لي عاونيني في هادي صافي وغادي تبدا هي خدمتها وغندي معايا الماتيريال ديالي، ما غاديش تخلي لها. يعني ما عندها فاش غتصدى كي تيولي عليك الصداع من جوج. ماشي ننصحك نصيحه، خصكي ديري محل ديال دروك اللي انتي والله تجي معاك زعما. كنخد النصيحه ديالك. والله دروك اللي مخيره، بيعي مسامر مع راسك، بيعي مطارق، بيعي المناصر. غير انا ما غنجيش عندك. وعندك تجي شي نهار؟ لا 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 ما نجيش عندك. واش عطيتي عليا؟ Thank you.